ترى أساس سيادة المطران جمال خضر النائب البطريركي للاتين في الأردن قداساً إلهياً في كنيسة القديس جورج الشهيد للاتين في إربد، وذلك بمناسبة الانتهاء من أعمال الترميم والصيانة في مبنى الكنيسة. شارك سيادته في خدمة القداس كاهن الرعية الأب فراس عريضة والأب عبدالله دبابنة كاهن رعية اللاتين في الحصن، وبحضور كاهن رعية كنيسة الروم الكاثوليك في إربد الأب غالب بواب ومساعدة الشدياق سميح أبو رحمون وخدام الهيكل وحضور جمع حاشد من المؤمنين. وتساءل سيادته في عدة القداس: ماذا علينا أن نقدم للرب مقابل نعمه الكثيرة ورحمته ومحبته؟ وقال: على المؤمنين أن يتعاملوا مع بعضهم بعضاً بالمحبة والسلام والمسامحة. وفي الختام قدم مجلس الرعية الشكر لكل من ساهم حسب مقدرته في إنجاز أعمال الصيانة والترميم بالكنيسة. بعدها قام سيادته بتكريس الكنيسة والشعب بالماء المقدس وأغصان الزيتون.